ونحفظها معنا وبلغنا بلغ ما معنا اللهم سلمنا وسلم ما معنا وحفظنا وحفظها معنا وبلغنا بلغ ما معنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فنزل الملائكة الروح فيها بإذن الله من كل أمر سلام يهتم ضحى الفجر بسم الله اللهم سلمنا وسلم ما معنا وحفظنا وحفظها معنا بلغ ما معنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم ولا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يدعون العظيم اللهم سلمنا وسلم ما معنا واحفظنا ربنا ولا معنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم سلمنا وسلم معنا واحفظنا ربنا ولا معنا بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي فرض عليك القران ردك الى معاد اللهم سلمنا وسلم معنا واحفظنا ربنا معنا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض العرش الكريم عدد خلقه ورضا نفسه وزن بيد كلماته ما شاء الله دعاء ثاني.